ونتحول الآن إلى فقرتنا الأسبوعية القضايا العربية في عيون الصحافة الألمانية والزميلة ميسون ملحم. شكرا ديما. حمل هذا الأسبوع باقة متنوعة من القضايا العربية التي أفردت لها الصحافة الألمانية مساحة في صفحات الرأي. أبدأ بالصحيفة الأسبوعية دي تسايت والتي نشرت مقالا بعنوان إضعاف القوى الكبرى، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. طرح المقال اقتراحا للخروج من مأزق الفيتو عند التصويت على قرار لتدخل الأمم المتحدة في منطقة نزاعات لحفظ السلام في العالم. ينص الاقتراح على أن ينقل حق اتخاذ القرار من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال عدم تمكن مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته في ضمان السلم العالمي، وذلك بسبب عدم توفر اتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية. إن اللجوء إلى الجمعية العامة مفيد للغاية، لأن قرارا بأغلبية الدول يملك شرعية أكبر بكثير من قرار يصدره مجلس الأمن. الصحيفة البرلينية تاغست سايتونغ نشرت مقالا للأكاديمية سارة الطنطاوي حول محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأفاق المستقبل السياسي في مصر. اعتبرت الطنطاوي محاكمة مرسي مهزلة، لأن الجيش حسب قولها لم يتعرض يوما للمساءلة القانونية على جرائم ارتكبت بحق المدنيين سواء في ماسبيرو أو عند جامع رابعة العدوية. وحول أفاق المستقبل السياسي لمصر تبعت الكاتبة: فرصة مصر في السير نحو الأمام متعلقة بسلوك ثلاثة مجموعات. أولاً، على الإسلاميين أن يتوصلوا إلى طريقة ما لتقبل انحسار شعبيتهم في البلاد وللاعتراف بفشل نهجهم المدمر للذات والاعتراف بالهزيمة وإعادة تنظيم أنفسهم أيديولوجياً. ثانياً، على الجيش أن يستوعب أنه لا يمكنه أن يلعب دوراً يستحق الاحترام في مصر إلا إذا تخلى عن الحصانة والغرور، ما يتطلب الكثير من النقد الذاتي. أما ثالثاً، فعلى المصريين الذين دعموا أهداف الثورة المنادية بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، عليهم أن يتحدوا الحكم المنفرد للإسلاميين أو العسكر، وأن يطوروا رؤية جديدة لمصر تخاطب أكبر عدد ممكن من المصريين وتستوعبهم. أما الصحيفة زيدويتشة سايتونغ فنشرت مقالا رصد تراجع النفوذ القطري على المستوى السياسي في المنطقة حسب ما جاء في المقال الذي أوضح: بلا شك لن تسامح السلطة الجديدة في مصر قطر على دعمها للإسلاميين، واليوم أصبح المصرف المركزي المصري يفضل الاستدانة من السعودية، ولم تعد قطر هي المرجعية الأولى لدى الثوار السوريين وإنما السعودية. في تونس أحرق مناهضو الإسلاميين العلم القطري، فقد أصبحت المساعدات القطرية بمثابة تدخل. وعن الوضع السياسي الداخلي في قطر أردف المقال: لدى السلطة في قطر رؤية للتطوير والتحديث الاقتصادي والتقني، ولكن ليس لديها أي رؤية لتطوير المجتمع أو للمشاركة السياسية.